بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده ان حاجه من اجمل الحاجات في الحياه هي الحوار. يعني ايه الحوار؟ انك تعرف تتحاور مع الناس. ليه اجمل حاجه في الدنيا؟ لان لو ما فيش حوار، طب البديل ايه؟ البديل يا اما عنف وتطرف، يا اما جحود وسلبيه وغضب واكتئاب. ما هو حاجه من الاثنين. يا انت عندنا افكار مع بعض فنقعد نتحاور فيها مع بعض فنفش غلنا، لا مش بس الحقيقه نفش غلنا بالحوار ده، احنا كمان هنطلع افكار جديده، لان فكرتي على فكرتك مش فكره ثالثه. امال ايه؟ ده زي انشطار الخليه، يعني عدد لا نهائي من الافكار. ده زي لو انا واقف قدام مرايه هشوف نفسي كام؟ واحد. طب لو واقف بين مرايتين هشوف نفسي كام؟ ها؟ ثلاثه؟ لا غلط طبعا، هشوف نفسي عدد لا نهائي. ليه هو كده؟ اقف كده مره بين مرايتين هتشوف نفسك، ده مش اختراع من عندي، يعني هتلاقي نفسك عددك كتير قوي. ده معناه ايه؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الحوار بيطلع افكار جديده وبينعش الناس. قصة النهاردة لها علاقة بالحكاية دي. قصة حصلت في الدنمارك. الدنمارك طلع واحد من رجال الأعمال، راجل بيعشق الحوار وعايز يعلم الشباب الحوار بدل ما يشتموا بعض على الانترنت زي ما احنا بنعمل للأسف، ويتحول الانترنت لساحة شتيمة. حتى البنات تبص تلاقي البنات بتشتم بأشد وأفظع الألفاظ. على فكرة أي واحد يشتم على الانترنت تعرف إنه هو ضعيف. ليه؟ لأنه بيتحمى بالشتيمة، لأنه ما عندوش فكرة قوية يقولها، لان لو عنده فكره كانت حاور بيها. لكن دايما اللي حجته ضعيفه وما عندوش افكار يعرضها وعقله مش قوي، دايما ضعفه بيعبر عنه بالصوت العالي والشتيمه. ثقافه الضجيج يشتم. الراجل الدنماركي ده عمل ايه؟ عمل مؤسسه للحوار، عمل مبنى، والمبنى دون يفتح توبيك او موضوع خلافي، الخلاف الشباب مختلفين عليه، ويفتح لمدة أسبوعين على الإنترنت إن الشباب يبعتوا آرائهم المختلفة في الموضوع، مين مع ومين ضد الفكرة اللي هو عارضها، ويبدأ يختار من الشباب دول أكتر ناس بتقول كلام في حوار عاقل، ويدعوهم إن هم يحضروا في المؤسسة في القاعة الجميلة جدا والتلفزيونات كلها بتصور. فطبعا كل الشباب نفسهم يحضروا ويطلعوا في التلفزيون، وهو اي حد بيشتم على النت طبعا يستبعده، يقول ده عقله ضعيف، وينقي اكتر 100 شاب بيعرفوا يتحاوروا يدخلوا القاعة، يعمل معاهم حاجة غريبة جدا. يقول مين متبني رأي الف مثلا 50 واحد، ومين متبني الرأي به 50 واحد، يقول لبتوع الف روحوا عضوا على الكراسي بتاعت به، ويقول لبيه روحوا عضوا الكراسي بتاعت ألف، وكل واحد يتبنى رأي التاني ويدافع عن رأي التاني، فما يحصلش صراع ولا غضب. ده يقول كل واحد اقعد فكر هو التاني وجهة نظره ايه ودافع عنها. انتوا متخيلين؟ الشباب الدنماركي نضج، والنت عندهم نضج، وبدأت تقل الشتيمة والكلام الغير راقي على الانترنت، لان طلع جيل بيفكر في الحوار بشكل راقي. اما حتة فكرة، أما ذكية بشكل، نظف النت بالطريقة دي. ليه ما يطلعش حد عندنا يعمل الحكاية دي؟ ليه ما تجيش وزارة الثقافة تتبنى حاجة زي كده؟ ليه ما يطلعش رجال أعمال يتبنوا فكرة زي دي؟ ليه ما يتبنهاش الدعاة؟ ليه انت خلاص بقى هتقولي طيب يبقى انت كده انت بتكلمني في الراديو دلوقتي، طب وانا مالي بكل الكلام ده؟ ليه انت ما تبناش الحكايه دي مع اولادك في البيت؟ ليه يا شباب ما تعملش الحكايه دي انت واصحابك؟ تيجي نتبنى، تيجي نعمل كل اسبوع توبيك او موضوع، وانت تتبنى رايي وانا اتبنى رايك. يعني اذا البلد ما عملتهاش، اذا رجال الاعمال ما عملوهاش، نعملها احنا في بيوتنا، تعملوها انتوا يا شباب مع اصحابكم، وننظف النت اللي بقى مليان شتيمه وشكل غير راقي. الحوار هو وسيله عظيمه للنجاح، للافكار، لبسمة أمل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.